احنا النادل جاب لنا الباتشا، شوف المواعين في معونين واحد فوق الاخر. المعون الاول فيه جمر، هذا المعون الثاني اللي بيها الباتشا. الجمر ميرسي جان. الجمر حتى يبقى الاكل حار اخر لحظه، لان هسه احنا فوق جبال اراكات ودرجه الحراره هنا شقد كان اخر شيء 18 درجه، شويه دافي الجو يعني. هسه الهجوم على اكله الباشا اخوان. هذا الثوم خليناه، ايوه نخلي الملح ايضا حسب الذوق، بعدين نخلطها جيدا. وين ما دا اسمع صوت الخاشوب. ايوه طق طق. هسه تشيل الخبز هذا اليابس، شوف شكل عمودي، تجيب شو اسمه ذبان، شوفه وتكسرها بيه، تلزم بيده كسرها من جوا. هذا المشهد اللي اخذته يكسره. ايوه دقيق ابو حميد، ايش تسوي؟ والله ربطت بسكوت الشاي. لو ده تعجن جبس طابوه كله معه. والله ما عجن بس هرست. هرست هسه؟ بريد بريد. ايوه بريد بريد اماراتي. يا الله توكل بالله. هاي المرحلة الأخرى. المرحلة الأخيرة؟ لا المرحلة الأخيرة اللغو. لا المرحلة الأخيرة هني. أي المرحلة الأخيرة؟ بالعافية. أبو شيخة شنو رأيك بالجولة هذه مالتك أبو شيخة؟ عن جد؟ صح. هذا جان الليمون أيضا. اللي يحب أكلة الباشا خليه يتفضل هناك. عيني هذه حصتي، خلينا خليه.